السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا اللقاء بكن متعلمات الصف التاسع. درسنا لليوم هو الاستقبال والتمرير من أسفل بالساعدين. والآن مع أجزاء الدرس. الإحماء والإعداد البدني العام. المشي على خطوط محددة على الأرض، ثم الجري الخفيف، الزحلقة الجانبية جهة اليمين، ثم جهة الشمال، ثم الجري مرة أخرى. يكرر التمرين السابق، ويهدف هذا التمرين لتهيئة الجسم للعمل العضلي وتنشيط الدورة الدموية. الإعداد البدني الخاص. من وضع الانبطاح المائل والركبتان مثبتتان على الأرض، تشابك الأرجل، ثني وفرد الذراعين في 4 عدات. الوقوف، مسك الكرة الطبية عالياً والذراعان مفرودتان، نقل الكرة لليد اليمنى ثم لليد اليسرى بالتبادل. يكرر التمرين في 8 عدات. من وضع الوقوف والذراعان في الوسط، الصعود على الصندوق بتبادل القدمين في 2، الصعود بالقدم اليسرى مع رفع الركبة اليمنى عالياً في 2، الصعود بالقدم اليسرى على الصندوق مع أخذ ربع لفة جهة اليسار وضم القدمين معاً، النزول أمام الصندوق جانباً ثم الرجوع للوضع الابتدائي. طريقة الأداء لمهارة الاستقبال والتمرير من أسفل. وقفة الاستعداد. ضم اليدين. الاستعداد لضرب الكرة. متابعة الحركة بعد ضرب الكرة. الخطوات التعليمية لمهارة الاستقبال والتمرير من أسفل. من وقفة الاستعداد، تعلم وضع اليدين وحركة الذراعين. أداء الحركة بدون كرة، والتعود على وضع الاستعداد وميكانيكية الحركة. الإحساس بالكرة وملامسة سطح الساعدين بالتساوي بمساعدة. التمرير والاستقبال على الحائط
بمسافات مختلفة. تدريبات تطبيقية لمهارة الاستقبال والتمرير من أسفل، الهدف منها إتقان وتثبيت المهارة. من وقفة الاستعداد الصحيحة، رمي الكرة واستقبالها من أسفل بالساعدين 5 مرات. التركيز على نقطة محددة أثناء أداء مهارة الاستقبال من أسفل بالساعدين على الحائط. أداء التدريب من أسفل الشبكة بتوجيه الكرة للمتعلمة لاستقبالها من أسفل بالساعدين على جانبي الشبك. أداء الاستقبال والتمرير من أسفل بالساعدين من فوق الشبك مع الزميلة. الجزء الختامي، من وضع الوقوف فتحاً، تشابك الأصابع أمام الجسم والذراعان مفرودتان، ميل الجسم للأمام ثم جهة الشمال، ثم في الوسط، ثم جهة اليمين. يراعى الثبات لعدة ثواني في كل اتجاه. من وضع الوقوف فتحاً، تشابك الأصابع أمام الجسم والذراعان مفرودتان، رفع الذراعان عالياً، ثم الذراعان جانباً، ثم إلى جانب الجسم، وتشابك الأصابع خلف الظهر والثبات في عدة ثواني. شكراً لكن على حسن استماعكم، نراكم في الحصة القادمة على الود والمحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.